ثمار العلاقات التشادية الإماراتية في مختلف الأصعدة لازالت تؤتي أكلها بين حين وآخر، حيث أن وصول هذه الطائرة الضخمة القادمة من الإمارات العربية المتحدة والتي تقل على متنها مولدا كهربائيا يقدر إنتاجه اليومي بأكثر من 30 ميجاوات كانت بداية لهذه القصة التي جاءت تنفيذا لتلك الاتفاقيات الموقعة بين البلدين من أجل تطوير قطاع الطاقة الكهربائية في تشاد. هذا المشروع الإماراتي الضخم لتوليد الطاقة الكهربائية في تشاد من المقرر له أن يسهم في إنتاج حوالي 60 ميجاوات يوميا، ستشرف على تنفيذه شركة موبيل باور سيستم الإماراتية المتخصصة في مجال توليد الطاقة الكهربائية الذي يعد محورا في تنفيذ مختلف مشاريع التنمية الشاملة. نحن الانجاجمنت متاعنا اللي نعطيه 435 مليون كيلووات كل سنة جديد اللي ما كانش في الريزو الان، هذم يكونوا من السنة هذه بنبداو نعملوا برودكشن تاع 435 مليون كيلووات جدد بيجوا على الريزو، وكل كيلووات ربحنا الدولة 100 فرنك اللي هي سبفنشن كانت تحتها بتشري الديزل ولا بتشري الفيول ولا الهيفي فيول. ايضا يعتبر هذا المشروع الذي جاء بفضل تلك السياسة الحكيمة والعلاقات الدبلوماسية المتينة بين تشاد والإمارات العربية المتحدة ثمرة لتلك الجهود الحثيثة التي بذلت من قبل فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو ورئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ خليفة بن زايد. العلاقات الوثيقة التي تربط فخامة رئيس إدريس ديبي مع سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، كان هناك في اتفاق على تطوير البنية التحتية لجمهورية تشاد، وأهم ولجلب استثمارات جمهورية تشاد عشان نحن نقدر نجلب هذه الاستثمارات وتطور البنية التحتية، كان يجب أن نعمل على تطوير قطاع الكهرباء. حقيقة الأمر كان توجيهات فخامة الرئيس إدريس ديبي أن نحن لا نوجد بس حلول مؤقتة لهذه المشكلة، يجب أن نضع حلول دائمة لإنهاء هذه المشكلة في جمهورية تشاد. هذا المشروع أيضا سيكون بداية لحل مشكلة الكهرباء في تشاد بشكل نهائي كما وصفه الوزير المكلف بالبترول والطاقة بوكر ميشيل. هذا ومن المنتظر أن تتواصل مثل هذه الرحلات الجوية لنقل كافة المعدات اللازمة قبل البداية الفعلية لهذا المشروع، وعلى حسب الاتفاقية الموقعة بين البلدين فإنه وبعد 5 سنوات من عمر هذا المشروع فإنها ستصبح ملكا لتشاد والتشادين. كما جاء في بداية النشرة معي داخل الاستوديو ضيف النشرة المدير العام النائب للشركة الوطنية للكهرباء سيد نصر محمد دليو. سيد نصر السلام عليكم المرة الثانية. وعليكم السلام. المولدات وصلت من دولة الإمارات العربية والشركة الشرية للكهرباء لديها مشكلة في تغطية إنجمينا بالنسبة للكهرباء، شنو أهمية وصول هذه المولدات؟ الحمد لله زي ما شفتوا استقبلنا مساء أمس مولدات كهربية جداد من مقدمة من دولة القدر دولة الإمارات، ونحن في شركة فرحانين جدا لاستقبال هذه المعدات الكهربية، ونشكر أيضا فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو بكل الجهود التي تبذل في اتجاه الشركة الوطنية. نعم، وهل سيد نصر هل يعني وصول هذه الكهرباء، سمعنا في التقرير أن هناك 60 كيلووات يعني إضافة للكيلووات الأول عندكم، هل كان خلاص الجروب ده يعني استالي خلاص، هل مثلا يحل مشكلة الكهرباء في مدينة جميلة؟ نعم، هذا المعدات الكهربية بنتج 60 ميجاوات، وستين هذا 60 ميجاوات ده كافي لكي نحل مشكلة الكهرباء نهائيا في في بلد في مدينة جمينة إن شاء الله. نعم طبعا هذا المولد جاء وما هو إكيب تكنيك يعني ما هو فريق فني، هل الفريق الفني ده يعني يتعاون معكم أنتم الفريق الفني هناك وأنا الشركة الوطنية للكهرباء، ومتى يتم مثلا وضع المولد ده فشان يشتغل وفشان يحل؟ يعني صراحة يعني في هم كبير لسكان الجمينة دائما كهرباء، لو في مثلا في كارتشي واحد قاعد كارتشي آخر ما في، في الليل في حرائن ما في، ففي مشكلة. متى المشكلة ده أنتم جروب ده خلاص وصل، لكن متى تحلوا المشكلة؟
زي ما شفتوا المشكله دارين بس الوقت النسوره كوردما نرى كوردما في ريزو حقنا وان شاء الله المشكله بتنتهي. والاكيب التكنيك ده لازم بيتعاونوا مع الاماراتيين ده في لمده 5 سنة لكي الجروب اللي جابوه ده بيجي للشركه الوطنيه يعني بخلط ببقى ملك انا الشركه الوطنيه. نعم نعم السيد السيد نصر محمد طبعا هذه الجهود جات بناء على توجيهات رئيس الجمهوريه ادريس ديبي تنو. ادريس ديبي تنو دائما هو يهمه ان المواطن التشادي يكون مرتاح, وطبعا هم كبير الان قدر علاقته مع دوله الامارات ومع اخيه رئيس دوله الامارات قدروا يلقوا شركه اماراتيه في شان مثلا تاتي بمولد كبير. فانت شنو رسالتك بالنسبه للمواطنين في استخدام الكهرباء مثلا؟ هل هم احيانا الكهرباء يعني عدم استعمالها بشكل جيد ايضا يخلق مشكله في 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 الشركه؟ نعم زي ما تعرفوا فخامه رئيس الجمهوريه ادريس ديبي قال في الكادر من الكوليك ده داير شعب التشادي كله برتاح, وعنينا في الشركه الوطنيه شغالين بالليل والنهار لكي نبذل هذه الرؤيه بتاع فخامه رئيس الجمهوريه. واتجاهات اخواننا التشادين لازم هم برضه بيساعدونا في الميسيون حقنا. نعم ما في دايه لناس بمشوا بيستخدموا الكهرباء بالفرود ولا لا, ونهنا الكنترول فرود ده في الشركه الوطنيه بدسنا فيه عملنا يوميا تراقبه يوميا وما نوقف. لهذا السبب لازم الاخوان التشادين بيساعدونا بفتح فواتيرهم وان شاء الله المشكله بتاع الكهرباء زي ما قلت في البدايه انتهت وبينتهي نهائيا. اسال الله التوفيق. نعم نتمنى سيد نصر محمد اليوم ان المشكله تنتهي, لكن غالبا المشاهد ربما قاعد يشوفنا يسال يقول ما لا دائما مرات انتم تقولوا في وتا حامي يعني الجو كان بيجي ساخن المولدات يسخنوا, لكن هسه هنا في موسم الخريف الجو بارد دائما عندنا الكوبير يعني عندنا قطع الكهرباء. المشكله شنو بالضبط؟ هل مثلا في خلل فني؟ هل مثلا ما في وقود؟ هل مثلا ما في قطع غيار؟ ما في بيس؟ يعني المشكله شنو؟ لان الشركه احيانا تقطع لكن ما توضح للزبون شنو الحاصل بالضبط. منذ 3 أسبوع عندنا ضغط فني نعم حصل في سلوك حقنا جايين من جرماي ده, والتكنيسيين بتاع الشركه اللي هسه شغالين فوق, وان شاء الله في الايام القادمه هذه المشكله تنتهي ايضا. تمام نتمنى ان تنتهي. اذا كان لديك كلمه اخيره سيد نصر محمد ديليو, كلمه اخيره نختم بها هذا الحوار في النشره الاخباريه. رسالة الأخيرة نقول لإخواننا التشاديين والتشاديات نحن برضو واقفين بالليل ونهار نستخدم هذه الشركة الوطنية. فعلا عندنا صعوبات لكن خليهم بفهمونا في صعوبات حقنا ده, وإن شاء الله زي ما شفتوا الرئيس الجمهورية برضو عنده أهمية كبيرة في الشركة الوطنية. وزي ما تعرفوا الأساس كل الكهرباء هو الأساس عن التنمية أساس الحياة أيضا. بالمعادلات الجديدة اللي لدينا ان شاء الله مشكله الكهرباء تنتهي, ونسال الله التوفيق ان شاء الله. ونتمنى لكم التوفيق ان شاء الله.